فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أكثر أهلي ينتمون إلى الطريقة التيجانية الصوفية ويحتفلون بالمولد النبوي ويفعلون بدعا كثيرة ويقولون إننا نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا نحتفل بمولده وأنهم هم المحبون له عليه الصلاة والسلام، يقول كيف الجواب عما ذكروه؟ إيش يقول؟ يقول إن أهلي ينتمون إلى الطريقة التيجانية الصوفية، نعم، ويحتفلون بالمولد النبوي ويفعلون بدعا كثيرة ويقولون، يعني في المولد، نعم، ويقولون إننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نحتفل بمولده وأنهم يقولون إننا، يعني يعنون اللي خالفونهم، نعم، يعنونه هو، ايه، يقولون اللي ما يحتفل بالمولد ما يحب الرسول، ايه، قل لهم اللي يحب الرسول يتبعه، الرسول ما سن لنا المولد ولا فعله ولا فعله أصحابه، فإذا تحب الرسول فلا تعمل المولد لأن الرسول نهى عن البدع وهذا من البدع، نعم، اختصر الطريق عليه، نعم.